هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده احنا قلنا نيجي القريه البدويه وهناكل هنا بقى، هنتغدى هنا، وكمان في الكهف بتاع الملح نفس المكان. فاحنا داخلين جوه هنا وهنشوف بقى في ايه جوه، والاكل اللي هي المدفونه والاكل البدوي والحاجات دي. عشانهم هاي لا لا مالك اني عايزه تنامي؟ اوكي يلا ناكل الاول. نام. لا اهو المنظر، منظره شكله حلو قوي. ده المنظر اهو. هتمشي فيها ازاي؟ هي اسم مقفولة. فلامينجو؟ فلامينجو؟ لا، القرية بدوية. ليها اسم؟ ما شاء الله. احنا هنا في الخروبة. خروبة. احنا في الخروبة في القرية البدوية، في حتة اسمها السلوم. بعد يلا او مدينة مرسى مطروح كده. دخلنا جوه القرية اهو، والقرية جواها كذا حاجة، فيها كافيه وفيها مطعم وفيها العاب للاطفال وفيها متحف وفيها كهف الملح، يعني فيها حاجات كتير قوي. هي اخر حاجة خالص المطعم جوه، وفيها بازار كمان. بصوا في بقى حيوانات، في نعامة، مش هجيبها ريحتها اصلا. وهنا في طاووس، وهنا في غزالة. الغزالة شكلها كيوت. عايز تاكليها؟ انت عايز تاكليها ولا تاكليها؟ واخر حاجه بقى في قرود. ايه ده قرد مامي ودادي واتنين بيبي. وهو الدادي بيعمل ايه للمامي؟ بيهرش لها؟ هما بيهرشوا لبعض وياكلوا من الحشرات ده اكلهم. اتنين نونو. مين زي ليلى مع نونو؟ اجي ابص على نونو. مش في جدر القرود يا ليلى؟ احنا دي بنعمل ايه مع القرود احنا؟ يلا يا ليلى، يلا يا ليلى. امي خلتنا نهرش ودان. في كمان جمل لقناع اهو. وهنا في ايه ده؟ ايه ده؟ ده حصان؟ ده سيسي. ده سيسي ده ركبه ليلى. ده ليلى اطول منه. سيسي لفه ب30. انتي بتدوري على وشه؟ وشه مش موجود تحت الشعر. مراجيح زمان دي. يا اللي بتقفي فيها. هو ده مكان الاطفال. هورس. ده تلاقي صور. هو الهدوم وده ايه ده؟ ده ايه ده هنا؟ ده المتحف. في الحسنة. هم اللي هاتين المطعم اخر حاجة. اوكي. افتكر هو ده الناس طلع عنده، معرفش. ده
يلا ايوه انا لسه عامله اهو الفيديو كده. اهي القاعده البدويه وده الفرن بس هو مش شغال، ما جوش حاطين نور اهو. في ثلاث قعدات، في القعده ديت دي مرتفعه لفوق ففيها شويه هواء، وفي القصادنا دوت ده مكيف، وفي بقى اللي هو هناك دوت ده برضو قاعده بدويه بس مش مرتفع، ف ممكن تبقى الدنيا مكتومه هناك شويه. ما تجيبي ايدك يا لاي. دي اهي القعده البدويه التانية، وفي كمان ترابيزات عاديه. هي اسمها اجيبها هنا يا اوكي اقعد يلا. وهنا متفضله شويه يا ده اهو شكلها. حد يشوف معايا كيلو ولا كيلو؟ كيلو في جاي يعني؟ ينفع تهدي الفاصوليا ملوخية؟ احنا مش عايزين فاصوليا، احنا طلبنا ملوخية. ايوه ينفع تشيل الفاصوليا وبدلها بملوخية. اقدر احجز على نفسك ليه؟ هنجيب ملوخية وخلي فاصوليا تاني. معلش حاجة كلام لو احنا مضايقينك. لا لا ولا يهمك. بص يا ابني مفيش عيش تاني بقى؟ في عيش، دي كل حاجة انتوا عاوزينها، وأي حاجة تانية أصلا هنزودكوا على طول، ما تقلقوش من حاجة. طب بص هات طبق رز لوحده. طبق رز سادة؟ هو كده كده في نص تاني هيجي بكيلو ونص. طبق رز في نص تاني هيجي بنص ده. خلصوا الرز بس والراجل يجيب لنا. وأنا معاكم أي حاجة تناسب كل يوم. خلصوا الرز بس. يعني. مش قادرة تاكل أكل. أنا بس بقفل أشرب معايا الله يخليك. أنا بقى جبت شلت واخد اللحيتي. ها؟ دي نشفة. نشفة. هو النشفة. هو الأحمر اللي أنت لسه حاطه ده. ده بزر. بس على فكرة مش عايزينها خالص، هي جميلة عامة. أنا عايز احنا خلاص خلصنا اكل بس المبكبكه جت في الاخر يعني، فحبيت اوريها لكم. والمحشي، محشي هو الكوسه. ايوه المتبقي. بصي يا فاطمه ادي ده اللي عامل حساب. اتفضلي. المبكبكه عاجبه ليلى قوي. مش عارفه كل شويه اقوم. جمل حمار. لا لا حسن بقى. ده حصل تدريب ان هو اتصاب ندربه كل حاجه. هلو الشاي وصل. انا فكرت رجلك مزرقه، قلت لك كده مين ضربك كده؟ في احمر وايه واخضر؟ ده اخضر وده احمر. هو ما فيش سكر؟ في سكر. فين؟ هو جواه يعني؟ لا ده جواه سكر يا ابني. هو سكر اصلا.